تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا اليوم من معالي السيد كيبي شارما أولي رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة. جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد معالي رئيس وزراء جمهورية نيبال خلال الاتصال بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين والنجاحات التي حققتها في التصدي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وفق معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية، بما يعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من بنية صحية متميزة وكوادر طبية وتمريضية على أعلى مستويات الكفاءة والتطور. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين على ما توليه من رعاية واهتمام بأبناء الجالية النيبالية في المملكة وما يحظون به من تقدير واهتمام على المستويات كافة، لا سيما خلال إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتقديم العلاج اللازم لهم. من جانبه أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عمق علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية نيبال الصديقة في ظل ما يربط بين البلدين من احترام متبادل وتفاهم تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا سموه بإسهامات الجالية النيبالية في دعم مسيرة التنمية في مملكة البحرين، متمنيا سموه لجمهورية نيبال وشعبها الصديق دوام الازدهار والتقدم.